الحمد لله الذي لا تغيره الحوادث ولا يبليه التعب يبليه تعاقب الأزمان والدهور أول لا من عدد آخر لا بالمدد ظاهر لا بالرصد باطن فلا يعد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فسبحان من يقضي ولا يقضى عليه يكسر الصحيح ويجبر المكسور أحمده حمد من يرجو رحمته لعلمه أنه العليم الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أستعدها ليوم النشور وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله شفيع الأمة يوم يبعث من في القبور يا من أتعب نفسه من طلب الفاني وهو عنه راحل أما تشاهد هذه الجديدين يطوي من العمر المراحل أما ترى الليل والنهار تعمل الأعمال بالرواحل أما ترى من قيد تحت ظلها كيف ظال بظلها الزائل أما ترى من عمر ألف سنة وإذا سئل قال لبثت أياما قلائل أما ترى من شيد الحصون وعقل العقائل أنا خون سيف الحمام أين نوح وعاد وثمود والملوك الأوائل أين الصناديد من أولاد بكر بن الوائل نقلوا إلى بيت مظلم فيه ذو السلطان والخامل إن درست معالم معالمهم وعادت سور يدرس العالم والجاهل أما تسمع نداء وهم صمود أما تعتبر فيا عاقل أين السرير والنعمان أين كسرى والأيوان أين ملوك بابل أبادهم الحدثان اليوم يقدمون فيه على ما قدموا نسأل الله العظيم المولى الكريم أن يتداركنا برحمته وأن يميتنا مسلمين برحمته وهو أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.